فكيف سيكون؟ التعادل السلبي الذي أحرزه الفدائي الفلسطيني على شقيقه النشام الأردني لم يعني النهاية بالنسبة إلى المنتخب الأول الفلسطيني، فهو بانتظار ما تبقى من مباريات قد تؤهله للمرحلة المقبلة من دور 16 لبطولة كأس آسيا 2019، وهي الإطلالة الثانية له في هذه البطولة. حصول المنتخب الوطني الفلسطيني على نقطتين في هذا المونديال الآسيوي الكبير والمثير يعني يعتبر نقل نوعي قياسا بما قدمه المنتخب الوطني الفلسطيني في النسخة عام 2015. الآن المنتخب الفلسطيني ينتظر هدايا من الآخرين. جماهير الفدائي احتشدت في المقاهي وأمام شاشات التلفزة لمتابعة المباراة، وعبرت عن خيبة أملها من أداء الفدائي في الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني بدفاع جيد وهجوم حذر. خاض اللاعبون المباراة وقاتلوا محاولين التسديد في شباك النشامة. بده شوية شغل، بده أكثر دعم، بده تدريبات متواصلة، خصوصا أنه لاعبين منتخبنا مش دائما بيقدروا يتواجدوا مع بعض. صراحة أداء الفريق الفلسطيني دائما مشرف، وإحنا سواء خسر أو فاز إحنا بنرفع رأسنا في هذا الفريق، ووصولنا لأمم آسيا هذا إلنا شرف إلنا كبير وإلنا تطور كبير لقدام إن شاء الله. لكن الفدائي الذي يجمع شمل الشتات الفلسطيني من غزة والضفة والمناطق المحتلة عام 48 وفلسطينيي المهجر كان له مكانة خاصة في قلوب الفلسطينيين الذين يرون أن مجرد مشاركته في لعبة أممية انتصار لقضيتهم الوطنية. وصول الفدائي إلى كأس آسيا إنجاز للفلسطينيين، لكنه بالتأكيد بحاجة إلى مزيد من التدريب والجهد لإثبات نفسه في الملاعب الدولية. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.